معسكر كويس، نتمنى ان شاء الله انه يترجم ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. ان شاء الله. لا انت من ضمن الناس اللي هي مش قدام ومش جداد، انت من ضمن الناس اللي هي مش قدام لكن مش جداد لكن قديم مع الفرقه، انسجمتوا ازاي بقى مع اللعيبه اللي جايه لكم جديد، اوسو كونان والناس الصغيره اللي طالعه معاكم، كان الانسجام بينكم ازاي؟ لا يمكن الحمد لله من خلال التدريبات من خلال الماتشات الوديه كل ده كان طبعا يعني طبيعي ان انت في ناس جديده فعلا زي ما انت تقول وفي ناشئين كانت معانا، لكن الحمد لله استفدنا باكبر قدر ممكن، ونتمنى ان شاء الله التوفيق الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله بكده يكون وصل.